السلام عليكم. الناس اللي بتسألني عن كتب الاكس فورد فونكس وكتب الجولي فونكس، ودايما بيسألوني سؤال واحد، وهل الكتب دي أصلية ولا لا. لا، مفيش. النوعين دول من الكتب اللي هما الاكس فورد فونكس والجولي فونكس، والستوريز كمان بتاع الاكس فورد ما عادش فيهم خالص كتب أصلية. هتقولي لي ليه؟ اقول لكم لان كل اللي بيتعرض على النت، كل اللي في الاونلاين، كل اللي عاملين اعلان ممول دول وبيبيعوا الكتب دي كلها مطابع، كلها مطابع. واي حد يقول لك غير كده يبقى كذاب كذاب. طب وانا اللي ببيعه ايه؟ كوبي، برضو كلهم كوبي، لان احنا بنجيب من الموزعين الكبار او من المكاتب الكبيره. انا كموزعه او صاحبه مكتبه في المنصوره بجيب من الفجاله مثلا، من الفجاله يعني شغال فيها الكوبي دلوقتي، وكل الاكس فورد اللي فيها، كل الجولي فونكس اللي فيها، كل الستوريز اللي فوق اللي فيها كلها كوبي. طيب انا عايز النسخه الاصليه، مش هتحصل عليها من اي مكتبه خالص. النسخ الاصليه موجوده في موقعين بس، لا اما جميه لا اما نون بس. وطب الفرق ما بينهم فظيع؟ لا، المطابع اللي بتطبع دي طبعا هي بتختلف من مطبعه للتانيه. انا نفسي كموزع ما كنت اجيب، كنت بقع يعني في انواع بتبقى سيئه جدا سيئه جدا، مطبوعه بشكل معفن جدا، فكنت ما بعرفش ان انا ابيع الكتب دي. فاي حد يا جماعه، اي مكتبه يقول الكتب دي اصليه، كاذب كاذب حقير. مفيش خالص في الاكس فورد ولا في الجولي فونكس حاليا في الاسواق اصلي، كله مطبوع.